السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنتعلم شيء كتير مهم ومشكلة بتقابل كتير من مستخدمي ملفات الوورد، هو ان هو لما بياخد الملف بتاعه ويحطه على جهاز كمبيوتر تاني فبيلاقي فيه اختلاف في تنسيق ملف الوورد، خصوصا لو كنت مثلا الملف ده انت عملته في البيت وخدته الشغل بتاعك او المدرسة او الجامعة، تمام، وتيجي تفتحه على جهاز كمبيوتر تاني تلاقي التنسيق اختلف تماما، فده بيعمل لك مشكلة. ولو جيت طبعت الملف برضه هيعمل عندك مشكلة، لأن أنت كنت منسقه بتنسيق معين وتلاقي التنسيق اختلف. ده بيحصل بسبب إيه؟ بيحصل بسبب إن حضرتك بتبقى مستخدم نوع خطوط، والخطوط دي مش موجودة على جهاز الكمبيوتر تاني اللي أنت بتستخدمه في مكان تاني. طيب لو حضرتك حابب تعرف هنحل مع بعض الموضوع ده بمنتهى البساطة إزاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله أرجو طبعا إن أنت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. بص حضرتك معايا، لو انا جيت مثلا فتحت ملف الوورد ده، الملف ده طبعا انا عامل له تنسيق معين، تمام كده، ومنظمه ومجهزه على الطباعه، لكن انا احتجت ان الملف ده اخده مثلا في مكان تاني، في مدرسه، في جامعه، في اي مكان، وعايز اطبعه. لو جيت تحطه على جهاز كمبيوتر تاني هتلاقي التنسيق بتاعه اختلف تماما ويصبح بالصوره اللي انا هوريها لحضرتك دي. لحظات معايا وشوف، هتلاقي التنسيق بتاع الملف اختلف تماما. ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب ان انت طبعا لما جيت فتحته على جهاز كمبيوتر تاني الخطوط مش موجودة اللي انت استخدمتها على نفس جهاز الكمبيوتر. ففي بعض من الاشخاص بيلجأوا للحل ده، ان انا احول الملف لملف بي دي اف عشان احتفظ بالتنسيق، بس دي في عيب. ايه العيب؟ ان انت حضرتك لو خدت الملف ده في مكان تاني وحبيت تعمل عليه تعديلات او تغييرات مش هتقدر تعملها، لان طبعا ده ملف بي دي اف، وملفات البي دي اف صعب جدا ان انت تتعامل معاها. طيب ايه الحل؟ الحل بسيط جدا حضرتك وهعلمه لك في ثواني. كل اللي انت تعمله هتفتح الملف اللي انت هتستخدمه في مكان تاني وخايف ان التنسيق بتاعه يختلف، تمام كده هو. بعد ما تفتح الملف هتروح ضاغط على كلمة ملف، تمام كده، وتنزل معايا عند حاجة اسمها الخيارات، تضغط عليها، تمام كده، وبعد كده تروح رايح عند حاجة اسمها حفظ، تروح ضاغط عليها، وبعد كده تروح نازل تحت، تمام كده هو. هنيجي عند حاجة اسمها اللي هي الاحتفاظ بالدقة عند مشاركة هذا المستند، يعني هحتفظ بنفس دقة الملف ونفس التنسيق بتاع الملف، واروح واخد الخيار ده اللي هو تضمين الخطوط في الملف، تمام كده اهوت. واللي انا لو وقفت على الكلمة ديت كده وضغطت هتبدأ يقول لك ان انت لما بتعمل هذا العمل بتنقل، بص حضرتك ظهر ايه، بيقول لك تضمين الخطوط في الملف، حفظ الخطوط المستخدمة في المستند الموجود في هذا الملف، يستطيع الآخرون الذين يقومون بفتح المستند عند عرض الخطوط واستخدامها حتى إذا كانت الخطوط غير مثبتة على الكمبيوتر. يعني حضرتك بتعمل عملية تضمين للخطوط اللي انت استخدمتها في تنسيق هذا الملف، بحيث ان انت لو فتحته على اي جهاز كمبيوتر تاني مش هتلاقي فيه اختلاف خالص في التنسيق. طيب بتيجي هنا برضو في نقطة مهمة جدا، لو انت ضغطت هنا اللي هي كافة المستندات الجديدة، يعني اي مستند هتعمله هيتم تضمين الخطوط اللي انت استخدمتها في الملفات بتاعتك، او ان انت تختار بس في الملف اللي انت فاتحه حاليا. اما لو حبيت ان انت تطبق الموضوع ده على كل الملفات بتاعتك هتختار الخيار الاول اللي هو كافة المستندات الجديدة. طيب بعد ما اخترت مثلا اللي هي الملف اللي انا فاتحه ده، اوعى تنسى حضرتك ان انت تضغط على كلمة موافق عشان يتم تعديل هذا الموضوع، وبعد كده حضرتك تقفل الملف بتاعك وتضغط على حاجة اسمها حفظ. الحاجات دي مهمة جدا اوعى تنسى تعملها عشان ما يحصلش معاك ايه مشكلة في حفظ تنسيق الملف لما تيجي تفتحه على جهاز كمبيوتر تاني. فاضغط على حفظ، تمام كده، وانتظر لحد ما يتم حفظ المستند. كل اللي انت هتعمله هتنتظر لحد ما يتم الحفظ. طيب بعد حضرتك ما تم حفظ المستند، انت لو فتحت بقى المستند وحطيته على اي جهاز كمبيوتر اخر هيشتغل معاك بنفس التنسيق اللي انت عملته، مش هيبقى فيه اي مشكلة لان انا عملت عملية تضمين للخطوط داخل المستند. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد متنساش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.